كابتن رضا، في اثناء رجوعك بقى لنادي الزمالك المره الاخيره دي، كانت ايه مين اللي كلمك اساسا وجت ازاي؟ هل فكرت في الموضوع؟ يعني موضوع مش ازاي ان انت ترجع للزمالك قبل ماتش الاهلي بيوم، تاني يوم تكون في الصاله بتلعب وتسجل نقاط حاسمه في تحقيق الفوز يعني. هو طبعا يعني المدربين كانوا بيكلموني طبعا، حتى صحابي في الفرقه، وكنا على تواصل، وكنت اشرح لهم ان الجدول بتاعي هيمشي ازاي ونظامه ايه بالظبط. هي النقطه بس كلها كانت في ان انا اخلص اجراءاتي من هناك، لان انا المفروض كنت اعمل كل حاجه في يوم، ان انا الم حاجتي، وان انا النادي بتاعي يعمل لي ريليز اصلا من على الانترناشنال ترانسفير. فالموضوع برده ما كانش سهل. دي حاجه تحسب للنادي بتاعي الصراحه، نادي سيسكا صوفيا، ان هم كانوا يعني ساعدوني جدا جدا وخلصوا لي اجراءات صعبه قوي يعني، يمكن في يوم. كانوا شايفين نادي الزمالك نادي كبير قوي، وكانوا فرحانين ان انا راجع اكمل سيزون مع نادي الزمالك. بس طبعا احنا طبعا كنا بنتكلم، والمفاوضات كانت على طول، المدربين بيكلموني، صحابي بيكلموني من الفرقه كده، وقدرنا ان احنا نخلص كل حاجه يعني. انا حتى اتكلمت مع الاستاذ احمد مرتضى في التليفون، المكالمه اصلا ما خدتش 3 دقائق يعني. هو الراجل الصراحه ما قال لي تعالى وخلاص، يعني اللي انت عايزه هتاخده، يلا ما فيش، خلاص مع السلامه، فاهم؟ اللي هو يعني ما تكلمش معايا في حاجه، اللي هو انت كده كده هتيجي يعني. بس جيت الصراحه، ولا يعني كان اصلا الاستقبال احسن مما توقعت يعني بصراحه. وبصراحه الناس التزموا بكل حاجه. استاذ احمد مرتضى صراحه عمل مجهود خرافي يعني. هو استاذ مرتضى منصور طبعا يعني رجع كل حاجه تاني زي ما كانت، ويمكن احسن كمان. على السوشيال ميديا كده بيعرف دايما بعد كل ماتش يتناقلوا بقى فيديوهات لنقط حلوه، رميات صاروخيه. فطبعا في ماتش الدوري كان ليك نقطه يعني اللي هي جت في لعاب الاهلي وقعته، والناس كلها كانت عماله بتشيرها. عملت ايه؟ قلت ايه للاسامي الكوره جت فيه اسامي من لعيبه الاهلي بعد الماتش؟ وكنت شعورك ايه وانت بتشوف الفيديو يعني؟ لا والله انا خلي بالك، انا اصلا انا ما خدتش بالي من الكوره دي الا بعد الماتش. ان انت خدت بالك اصلا لما جربت البوينت؟ انا جبت البوينت وجريت على طول، لفيت بظهري، ما خدتش بالي فعلا. ما خدتش بالي الا بعد الماتش، لقيت بقى الفيديوز كتير معموله، و يعني كذا حد عامل الفيديو دوت بقى باصوات مختلفه وكده. لكن لا، هو طبعا الليبرو بتاع الاهلي محمد رمضان يعني، هو اولا لعيب ممتاز جدا طبعا. جدا جدا يعني، من الليبروهات اللي هيبقى ان شاء الله موجود ليه اسم كبير في منتخب مصر وفي نادي الاهلي طبعا. هو حبيبي والله يعني، هي مش مقصوده خالص يعني، بس هو كانت حاجه لطيفه يعني، بس هي جت كده بقى، فيه مش قصدي يعني.